دونك اسمك الكامل؟ محمد كريم العبيدي، مولود عام 4 اوت 1966 في باب العسل تونس. وين عشت قضية طفولتك حتى 10 سنين؟ تقريبا قضيت طفولتي الى 14 سنة في تونس، معناتها مشيت لفرنسا عام 1980. شكون عرفك بالاسلام وطقوس الاسلام؟ لازم نفرقوا بين زوز انواع متاع الاسلام، فما الاسلام التقليدي الوراثي والاسلام السياسي. بالنسبة للاسلام التقليدي الوراثي تعلمته من جدتي ومن امي ومن عائلتي المقربة. بالنسبة للاسلام السياسي تخلل دارنا صدفة كالطاعون او كهجوم بطريقة سلسة في الاول، ثم سيطر على كل عائلة وأصبح هو اللي يحكم في العائلة. وقتاش هذا عرفتوا الحركات الإسلامية في أنا عام؟ 1975-1976، وقتها أختي الثانية دخلت للجامعة، وفي ذلك الوقت كان التسلل الإسلامي داخل الجامعة التونسية. قداش قعدت في إيران وشنو اللي تعلمته في إيران؟ قعدت في إيران، أول حاجة مشيت لإيران مرتين. المرة الأولى طبعا للدراسة الدينية تقريبا قرابة 3 سنوات، والمرة الثانية أكثر من سنة في مهمة خاصة نتيجة العمل اللي كنت مكلف به. أما شنو تعلمت في إيران؟ طبعا الظاهر هو الدراسة الدينية، ولكن في الحقيقة الدراسة الدينية ما كانت إلا مرحلة من أجل توجيهك لجهات أخرى، لأن الدراسة الدينية تبدأ في الأول من أجل دراسة الفرد ومعرفة الفرد، هل هو له توجه سياسي، له توجه مخابراتي، له توجه ديني، له توجه اجتماعي أو حتى عسكري. وأنا الاتجاه متاعي كان أكثر شيء تنسيق وعلاقات. طيب شنو هي الجهة اللي قصدتها بعد إيران وشنو هو الهدف منها؟ وقتها كملت الدراسة متاعي 3 سنين في إيران، كانت عندي مهمة اني نتيجه قربي او مع علاقتي بصالح كركر اللي هو الرجل الثاني في حركه الاتجاه الاسلامي سابقا اللي هي دول النهضه، اني نتغلغل داخل هذه الحركه ونحاول نقدم لهم المساعده للقيام بانقلاب ضد بورقيبه. شنو هي المهمه نتاعك في فرنسا؟ كانت عندك مهمه في فرنسا؟ كانت المهمه نتاعي مش في فرنسا، في الحقيقه هي في اوروبا. في الأول يعني كانت بلجيكا ثم فرنسا، من أجل استقبال العناصر اللي يتم توجيههم من بعد للتدريب سواء في إيران سواء في أفغانستان سواء في مناطق أخرى. فما عناصر معناتها نوجهوهم للتدريب العسكري أو التدريب المخابراتي أو السياسي أو حتى للدراسة الدينية. طيب وهل كانت عندك مهمة في تونس؟ طبعا المهمة متاعي في تونس كانت هي المشاركة في الانقلاب ضد بورقيبة. ولعبت دور مهم في الانقلاب عام 87؟ طبعا كان لي دور مهم في الأول، يعني أنا قمت بعملية التنسيق من بين عناصر معناتها قادمة من إيران مع القيادي في حركة الاتجاه الإسلامي صالح كركر، وأنا اللي تابعت عملية معناتها إرسال الأشخاص إلى إيران أو إلى سوريا، ثم في الأخير تم إزاحتي لكي يواصلون العمل وحدهم، لكن كنت متابع الأحداث اللي قاعدة توقع في تونس. ورجعت لتونس عام 87 في فيبري 1987 على أساس أني معناتها باش نشارك في هذه العملية. طيب عدا كونه رجل أختك صالح كركر، علاقتك به علاقة تنظيمية، نوع العلاقة في العمل كيفاش كانت؟ في الحقيقة صالح كركر هو اللي معناتها هو الشخص اللي أدخل الإسلام السياسي للعائلة بتاعنا، العائلة الصغيرة والعائلة الكبيرة، يعني هو أول شخص عرفت من خلاله الإسلام السياسي، وكانت العلاقة معاه في الأول هي علاقة كما نقولوا معلم وتلميذ، ولكن بعد ذهابي لإيران وعودتي من إيران اختلفت العلاقة وأصبحت علاقة تنسيقية وتفاهم الند بالند تقريبا. رغم اللي هو عنده الوزن نتاعو في حركة الاتجاه الإسلامي، لكن أنا عندي الخيوط نتاعي في إيران. طيب شكون موجودين توا في الساحة السياسية كانوا موجودين معاك في الحركة في الاتجاه الإسلامي عام الثمانينات؟ تقريبا كلهم سواء مثلا
باهي نعرفوا راس الافعى رشدي غنوشي، عبد الفتاح مولو اللي كنت نهز له في الرسائل من طرف صلاح كركر، فما طبعا علي العري، حمادي الجبالي، سيد الفرجاني، سعيد الفرجاني او سيد الفرجاني، وطبعا فما رجل اختي واحد اخر فهمت نفس الشيء اللي هو لاهي توا بحمايه او الامن اللي هو من مجلس الشورى تاع حركه النهضه واللي هو لاهي بحمايه رشد الغنوشي. وطبعا الوجوه اللي موجوده الان على الساحه سواء معناتها اللي نشوفوا فيه توا احنا على الساحه الاسلاميه راهو كلهم امتداد لحركه الاتجاه الاسلامي او المد الاسلامي الاول الذي ظهر في السبعينات. هذيك التفريقات هي التفريقات في وجهه النظر، ولكن الهدف نتاعهم لكلهم واحد. طيب وقتاش وعلاش خرجت من الحركه الاسلاميه؟ في الحقيقه خرجت من الحركه الاسلاميه نتيجه خلافات معاهم في الطريقه في العمل نتاعهم، يعني معناتها بالنسبه ليهم الانسان لازم يكون جدي تحت الطلب تحت الاوامر، وانا الطبيعه نتاعي نوعا ما تمرديه، يعني ما نقبلش الاوامر. صحيح هما الحركه الشيعيه السياسيه هي حركه تختلف كليا على الحركه السنيه، حيث تتم دراسه الشخص لكي توجيهه للشيء اللي هو بارع فيه، يعني اكثر دقه، يعني ما فماش اوامر تاتي من الفوق اكثر، وانما دراسه الشخص لكي اعطاء الاوامر اللي تتماشى معها. طبعا الخلافات كثيره مع الاشخاص اللي موجودين. في الاول انا كان اعتقادي ان خلافي كان مع الاشخاص، ولكن وقت حبيت نوصل للروس ونكتشف معناتها لماذا هذا التصرف او هذا التصرفات اللي انا ذكرتهم في كتابي بالتفاصيل، اكتشفت ان هذيك الكل هي طريقه عمل. اذا قررت اني نخرج من الحركه الاسلاميه، وبالفعل خرجت ورجعت لتونس عام 87 على اساس اني مانيش باش نشارك، هم يحبوني نشارك، ولكن انا حبيت نرجع باش نحاول نصلح اللي يمكن اصلاحه بعد العامين اللي عملتهم من اجل التغلغل داخل حركه الاتجاه الاسلامي. جاتك شي تهديدات بالقتل من قبل عناصر كانت منتميه في الحركه الاسلاميه او اللي توا جاوك شي تهديدات؟ طبعا تهديدات بالقتل هي حالات معناتها دائمه، بهي وقتها خرجت طبعا صالح كركر فمه يعني كلمني بالتليفون وهددني، فهمت صالح كركر معناتها بعد انقلاب بن علي. طبعا تعرضت لعدة معناتها تهديدات خطيرة جدا وحتى محاولات، لهذا جعلني أهرب إلى المغرب وأختفي مدة 5 سنوات لكي ينساوني. ومن بعد وترجعت معناتها التهديدات به قلت، ولكن كانت تهديدات روتينية موجودة على الفيسبوك ولا على الميل ولا بالتليفون ولا بطريقة مباشرة. وأكثر التهديدات اللي جاتني يعني خطيرة جدا هي بعد 2011 بعد الانتفاضة التونسية، اللي معناتها العناصر الاسلاميه اللي كانت في الحي نتاعي في الحومه نتاعي كانوا يخافوا مني، فهمت يعني ما يقربوليش. بعد الانتفاضه والانفلات الامني هناك كثير جاني للدار فهمت وهددني، فما اللي اقترح عليا اني اعود فهمت معاهم وكل شيء، فما اللي اقترح عليا اني نخرج من تونس كان نحب نقعد حي. التهديدات واضحه وما وقعتش كليانه، وقعت الكثير من العناصر اللي خرجت من حركه النهضه. علاش كتبت الكتاب؟ في الحقيقة كتبت الكتاب، كنت كتب أول مرة في السجن في 9 أبريل 1987 قبل ما نخرج معناتها من الحبس بعد وصول بن علي للسلطة، كان عبارة على رؤوس أقلام للأحداث اللي وقعت، لأني كنت خايف على حياتي لنموت، قلت على الأقل نخلي دليل معناتها عن التجربة بتاعي. ولكن من بعد طبعا وقت كتبت الكتاب انا مازلت ما تاكدتش من الفكر الاساسي لرؤساء الحركات الاسلاميه اللي كنت تخدم معاهم، لهذا قررت العوده لسوريا والتاكد، واكتشفت ان الاسلوب نتاعهم اللي يستعملوا فيه هو داخل الاستراتيجيه نتاعهم اللي يخدموا بها. ومن هنا شطبت على الاسلام السياسي وعاودت رجعت لفرنسا وكتبت، معناتها زدت اضفت للكتاب هذيك التجربه نتاعي، واعتبرت ان الاسلام السياسي هو الخطر الحقيقي على اي دوله ولا على اي مجموعه. وسلمته لاختي باش تخرجوا، وبالفعل خرجته معناتها بنسخه فرنسيه
تحت اسم كريم مون فرير اكس انتجريست تيروريست عام 97 و 97 98 98 بلوتو عام 1998 و معناتها انا ما قريتوش وقتها طبعا وقت خرج معناتها لم اطلع عليه ولكن بعد عده سنوات اطلعت عليه اكتشفت ان المعلومات اللي فيه صحيح معناتها صحيحه ولكن كان الهدف نتاع الكتاب هدف سياسي من اجل القضاء على الشق الصلب في حركه الاتجاه الاسلامي اللي هي شق صالح كركر ولكن من بعد يعني الانتفاضه قررت نعاود معناتها نكتبه من جديد يعني طيله الفتره اللي معناتها خرجت فيها من حركه من الحركات الاسلاميه بقيت نتبع من الخارج شنو هو يحدث في العالم والخطر نتاع الاسلام السياسي وعاودت استردو عندي تقريبا عامين في معناتها تحت اسم ما في ما تونيزي بالفرنسيه ولكن بعد عام تقريبا اكتشفت ان معناتها الشعب التونسي ما يقراش ياسر فرنسيه كما قبل يعني ولا اكثر معناتها معرب ولهذا قررت باش نترجمه بالعربيه وتم ترجمته بالعربيه وسوف يصدر بعد ايام في المكتبات التونسيه وحتى النسخه الفرنسيه سوف يعاد اصدارها في تونس في مطبعه معناتها في دار النشر زينب للنشر وباش يكون في كل المكتبات باللغه العربيه في الاول ثم باللغه الفرنسيه. طيب شنو تتمنى لتونس وهل ما زلت تحبها؟ في الحقيقه شنو نتمنى لتونس؟ نتمنى لتونس انها تشارك الانسانيه في حضارتها وفي تطورها. عندنا عناصر وعندنا مفكرين وعندنا باحثين وعندنا كل شيء فهمت عندنا كل شيء الإسلام السياسي مدة 50 سنة هو يحط ما يسمى العصا في العشرة فهمت يمنع أي تقدم وأي حداثة وأي تطور مازلت نحب تونس من ميمكنيش نكرهها تونس كتونس مستحيل نكرهها لكن نحبها ما نجمش نقول لك نحبها أما نجم نقول لك اللي خايف عليها ومعناتها ورغم كل شيء عندي امل انها تونس هي الدوله الوحيده في شمال افريقيا او الشرق الاوسط اللي يمكن ان تقدم مثل حي فهمت باش تلتحق بركاب الحضاره وركاب الانسانيه.